الشيخ محمد الفاضل ابن الشيخ محمد الطاهر بن الصادق عاشور، ولد في ضاحية المرسى بالعاصمة تونس. اهتم الشيخ الفاضل منذ شبابه بإصلاح التعليم ومناهجه في جامع الزيتونة الأعظم، فقد كان متأثراً بأفكار والده الإصلاحية التنويرية التي دونها في كتابه الشهير أليس الصبح بقريب. كان الشيخ ابن عاشور خطيباً فصيحاً مفوهاً، وكان من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية. سافر الشيخ محمد الفاضل في بعثات علمية عديدة خارج البلاد التونسية، توفي مخلفاً وراءه رصيداً هاماً من المؤلفات القيمة، من أهمها تراجم الأعلام، أركان النهضة الأدبية في تونس، أعلام الفكر الإسلامي.